صدق أو لا تصدق، يمكن سماع صوت زئير الأسد من مسافة تصل إلى 10 كيلومترات. صدق أو لا تصدق، العاملون في الشركة الرائدة في مجال بث المواد الترفيهية والأفلام عبر الإنترنت نتفليكس لديهم إجازة غير محدودة. الموظفون في هذه الشركة والبالغ عددهم حوالي 900 موظف يحصلون على عطلة مفتوحة وغير محددة الأيام، ويعود الموظف متى شاء إلى العمل. ويقول مدير التنفيذي للشركة أن مراقبة إجازات الموظفين أمر يعود إلى الحقبة الصناعية، أما الآن يجب التركيز على كفاءة مكان العمل وليس الوقت الذي يقضيه الموظف في العمل. صدق أو لا تصدق، في لعبة الفيديو الشهيرة Assassin's Creed كل شخصية رئيسية نقوم بقتلها هي شخصية حقيقية، وتاريخ ومكان قتلها في اللعبة يكون مطابقا لتاريخ ومكان موتها في الحقيقة. صدق أو لا تصدق، اكتشف متسلق الجبال الأسترالي بريان فريمان أن إحدى ساحات معارك الحرب العالمية الثانية في بابوا بغينيا الجديدة بالمحيط الهادي لم تطأها أقدام السكان المحليين منذ تلك الفترة، وذلك حسب اعتقادهم حتى لا يزعجونهم. صدق أو لا تصدق، الأستراليون يمتلكون المنازل الأكبر في العالم، حيث يبلغ متوسط مساحة المنازل في أستراليا حوالي 214 متر مربع. صدق أو لا تصدق، الدماغ البشري لديه انحياز سلبي، فاسترجاع وتذكر الأحداث والذكريات السيئة أسهل عليه من استرجاع الذكريات الجيدة، بل أن الأحداث السيئة تكون أكثر تأثيرا على الدماغ وتدوم لفترة أطول. صدق أو لا تصدق، مجموع البحيرات الموجودة في كندا وحدها يفوق عدد البحيرات الموجودة في جميع أنحاء العالم مجتمعة. صدق أو لا تصدق، العمال والأشخاص الذين يقومون بتقطيع الأناناس غالبا ما يفقدون بصمات أصابعهم، وذلك بسبب تأثير إنزيم البروميلين والذي يقوم بإذابتها. صدق أو لا تصدق، في إنجلترا تم إصدار قانون يمنح الكلاب البوليسية راتب بعد التقاعد تقديرا لخدماتهم، ويتم صرفه على رعايتهم الصحية وغيرها من الخدمات. صدق أو لا تصدق، سفينة إيس كاليفورنيان حذرت السفن المحيطة بها من الكتل الجليدية، وكان رد جاك فيليبس مشغل الراديو بسفينة تيتانيك هو اخرس أنا مشغول بنقل رسائل الركاب، وذلك قبل غرق تيتانيك بحوالي 40 دقيقة. صدق أو لا تصدق، في نهاية ثمانينيات القرن الماضي
حكم على امرأة بالسجن مدى الحياة، وذلك لتسميم طفلها حتى الموت باستخدام مانع التجمد. أنجبت السيدة طفلا ثانيا أثناء وجودها في السجن، وأعطي لرعاية الطفل لمركز خاص، ومنعت هي وأبيه من رؤيته سوى ساعة أسبوعيا حتى تحت المراقبة، لكنه سريعا ما أصبح مريضا مع نفس الأعراض التي توفي بها الطفل الأول، ليتم عرض الحالة على بروفيسور في جامعة ييل الأمريكية، ليتضح أنه يعاني من اضطراب جيني في التمثيل الغذائي ولم يتعرض للتسمم، ليطلق سراح الأم فيما بعد. صدق أو لا تصدق، بعد اختراق صيادين للغابات الكمبودية وصيدهم الجائر للحيوانات مما كاد أن يتسبب في انقراض عدة أنواع نادرة منها، قامت أنجلينا جولي بشراء حوالي 600 كيلو متر مربع من أراضي تلك الغابات، وقامت بتحويلها لمحمية برية، وقامت بتعيين العديد من الصيادين حراسا للمحمية حتى لا يضطروا للصيد من أجل المال مجددا. صدق أو لا تصدق، ضفادع الأشجار ذات العيون الحمراء حساسة جدا للاهتزازات، لدرجة أنها تستطيع اكتشاف ثعبان قادم من مسافة بعيدة وتفقس قبل الأوان لتتمكن من الهرب. صدق أو لا تصدق، الألماس ليس نادرا كما يعتقد الكثيرون، لكن الأمر كله يتعلق بإدارة جيدة وحملات دعائية كبيرة. ديبيرز، وهي الشركة التي تتحكم في إنتاج الألماس والنسبة الأكبر من مناجمه، تقوم بضخ الألماس للسوق بصورة مشددة جدا، مما يبقي سعره مرتفعا، هذا بالإضافة إلى الحملات الدعائية التي قامت الشركة بداية من القرن العشرين، والتي أظهرت فيها الألماس كرمز للحب، مما رفع الطلب عليه تدريجيا. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.